entrar na faculdade, ao vivo. Alô, Sérgio Mérico. Salam. أخويا حسين هذا. آه. كيفاش حسين لاباس عليك هاني صحة لاباس؟ الله يحفظك. سمح لي أخويا غنتجبد هذا. يلا دخلت أنا من الخدمة. السلام عليكم. معك أخويا رئيس الجمعية التضامن الإنساني بلا حدود أخويا. مقر ديالها في باريس وفي الرباط. بغيت اخويا غير نتشاوروا معاك بحكم العمل ديالك في هذا الشيء ديال ياك اخويا طاشرونا. اسمع اخويا اللي ضحكك زيد سيدي زيد. ضحكنا معاك اخويا الحسن. ضحكنا معاك الله يسلمك. واش مقاول؟ سمح لي ملي نقولك مقاول قلتلك طاشرون. مقاول سبيتي يعني؟ سبيتك حيت قلتلك طاشرون. لا لا سبيتي انا كنية ديالي سبيتي. سبيتي وانا قلتلك الحسن ما تيهمنيش الاسم. لا واخا ماشي مشكل تفضلتي. هادي اولا دو ان دو ان الله يرحم على هاديك الامية. دو ان واحد الاميه قالت لي اولا شو قلت لا لا والله الا بصح اخويا تنهضر معك. واش مقاول اخوياك؟ واخا زيد استي. واخا انا سيدي شفت في دوزام انت مول الخير اذاعه احسن اذاعه في العالم. شفت اخويا في دوزام واحد القريه ما عرفت واش في الاطلس ولا المهم ما عرفتش. واحد الدراري اخويا تيقطعوا واحد الواد تقريبا فيه جوج ونص حتى لثلاثه متر. هذا واد كاين الحجر وكاين الواد وكاين الحجر من جهه اخرى وتيديروا خويا واحد الطاوله باش تيقطعوا الدراري طاوله ديال المدرسه. وحنا كجمعيه حنا شباب دي جون بيناتنا في جميع انحاء العالم المغاربه بغينا نبنيو لهم قنطره ياك. واش اخويا نقدروا نديروا قنطره تتقام ب 3000 درهم في هذا الواد ديال 3 متر؟ محال. واخا نقدروا اخويا بشحال تقام لينا الضالة ديال جوج متر جوج متر في العرض في الطول؟ اسمح لي خويا تنهضر معك. ضالة ديال جوج متر في الطول وفي العرض تكون متر ونص. اسمع خويا اعطيني ودنك الله يدين ودن خويا ضالة ديال خويا ما تحقن تصنط لي خليني نكمل الفكرة ديالي. الله يجازيك بخير. ضالة ديال جوج متر في الطول ومتر في العرض ياك من جوج جهات في هذاك الواد ديال 3 متر ويتضربوا مدريات تقريبا شي 12 مدرية ويتلحموا في الوسط ديالهم وهكا يقدروا يدوزوا الدراري احسن من الطاولة. وضحكني معاك اخويا. مرحبا الكتيتي. معك جمعيه التضامن الانساني بلا حدود اسوسياسيون سوليداريتي هيومان سون فرونتيير. المقر ديالها كاين في قلوبنا في قلوب الفقراء. عمرك شي واحد استرجع عطاك المعطيات وطلقك خويا. تنهضر معاك على رئيس الجمعيه والمقر ديالها في باريس وحنا بغينا غير نديرو الخير. المقر ديالها في باريس كطلب زاد ديال 3000 درهم. عينك الله القدري قسطون توما اه تعطى الدولي ديال غوانتانامي. وخويا غوانتانامي انت من البوليزاريو؟ انت ماشي ملكي. قول الصحراء المغربيه واش نقدر نهضر معاك؟ قول الصحراء المغربيه. قول الصحراء. وكاين واحد غندير معنا واحد فورماسيون تمك تدي الاشهار ديال فيراري سينا البداله باش دانكم وشوف قلت لك دابا انت ما عرفت ابن روحك غريبه هي من عم عرف. دابا يقول لي اخويا قول الصحراء المغربيه وعاش الملك باش نعرف معنا تنهضر. والله يستر سيدنا حنا الا هي
عم زمان الاول هو صافي. دونك انت يا صحراوي مغربي اوكي نقدر نتفاهم معاك. خويا انت تقول لي احنا في فرنسا احنا ما عندنا لا دعم لا والو. خويا احنا عايش شباب بيناتنا وبقاو فينا دوك الناس بغينا نعاونوهم. احنا ما طلبنا منك لا فلوس لا سيما لا والو. الجيعان احنا طلبنا منك استشاره كمقاول. واش تقدر تصوب هذه القنطره بهذه المعطيات اللي قلت لك ب 3000 درهم سنه الدرس؟ لا سجلني ماشي مشكل ما تحتاج. راك اطلع في يوتيوب ان شاء الله غدا في الصباح. صافي سجلتيني يوتيوب يوتيوب تبني. قول لي يا خويا دابا الناس المغاربه كلهم تيسمعوا لك 40 مليون المغاربه تيسمعوا لك ولكن انت ما كنتيش في المستوى. انا يسحب لي مقاول غتكون انساني غتحس بهذوك الناس غتكون جمعاوي عندك مع الخير ولكن لا قصه الضحك تقصر عنا. كون قلت لك دابا راه جيب واحد سته الشيخات قلت لي مرحبا وشحال ندخلو وشحال كوتيزي وفين نجيبو الشراب. يا بلاد السفهاء سجلني سجلني غدا صباح عند وكيل مالك. ما تصنت ليا ما والو اخويا تلقى لابيل في يوتيوب ودخل تصنت وضحك. دابا حنا سولناك اخويا واش هذيك القنطره ديال 3 متر د الواد واش تقدر تقام عندنا 3000 3500 زيد يعني زدت 500 من جيبك حيت من الميزانيه يلا 3500 درهم. شنو قلتي لي ولد القحبه؟ سبيتيني ودابا اختار اللوفل ديال السبان اللي بغيتي ننقي لك به ودنك. ياك ولد الشيخه ياك اللي تضرب الميزانيه وما تتحنش في الفقراء. هادشي طلبنا شي سبه نقدر شي سبه شغل نطاني كادير فيا هادي ياك شي سبه وسير بارد القلب. هادشي اللي غنقول لك نعطي لامك الكونسير وتبقى تجي الدواء في الرباط يبقاو يخلوك من تسعود من تسعود الصباح حتى للخمسه د العشيه يبقى الدواب هذاك الشيمي يبقى ياكل لك في عظامك العام كامل وتزاد تعذب باش تقدر تحس بالفقار. ما وصلناش لا غتوصل لهادشي. انا تنهضر معاك تقول لي ولد القحبه وتتسب ليا والديا ميتي ها تحشمش ونتقود مع اختك الله ينعل الطبون امك يا ولد القحبه يا الحرامي الله ينعل امك الوالدين. شوفوا تسناو تسناو الخير هذا ما تدرو الله يعطيكم مقاول ماشي كون كان شي شيخه كان شي شيخه وبربي كراتي صافي. دابا يقول لي شحال كاين الجلسه شحال ندخلوا ما يعطيش ورا شتي هادشي اللي تنقول انا دابا تسحب لي تنضحك دابا تسحب لي انا راه تنضحك وانا راه منين الناس داروا طاوله وقطعوا الواد يعني نقدروا حنا نديروا مدرايات ونديروا واحد الساريات من جوج جهات نيمو ساريات غير ديال جوج متر في العرض اللي تحطوا على جوج متر في الطول اللي تحطوا عليهم هذوك المدرايات وتكون الطريق راه ممكن راه ماشي قلت شي حاجه في الفضاء. انا نوريكم بلاش نوريكم. انا اليوم دايز وصورت شي لعيبات انتما دابا تسحب ليهم انايا راه غيداويه حنا. شوف شنو هما هادو مدرايات هادو من المدرايات اللي قلت لك هادو يتحطوا منهم واحد 10 كل وحده تقريبا فيها واحد ما عرفتش 30 سنتيمتر ولا شي كاين ما كثر غتحط وحده ويتلحموا الوسط بواحد الكونتر بلاكيات كبار اللي يقدروا بحال هذا يتلحموا بحال هاد اللعيبه. شوف هاد اللعيبه بحال هكا بلاكات كبار يتحطوا على هاد المدرايات وحده. شوف هادي تكون وحده اوكي ما تنضحكش الله يلعن امك الوالدين. وهادو هما الساريات بحال هكا ما محتاجش انها تكون عاليه بهذا الحجم هذا عادي تسمى تشكيله المهم انا قنطره غيدوزو من عندنا. هانت شوف واش داخل عليكم بالله ما نقدروش نديرو بحال هاد اللعيبات في الجناب. اصلا ديك البلاصه الواد اللي وراو لي على الحجر انا هادشي راه مشيت وتنبحث وتنقلب انت راه في الشانتي وتنشوف ودخلت عند الناس وتنهضر معاهم وتندير لي كالكول ايوا ما كاينش معانا ملي تنعيط للمقاول تيبدا يضحك ولا في هاد الواد كيفاش ويلا في هاد الواد.
كنتش نعتبر لهم كونطرا غيدوزو فيه دوك التلاميذ ويجي الواد يقتل كلشي هكا غنمشيو كلنا للحبس غادي تكمل السعادة ديالنا وغطلع الكتابة في الاخر. المهم فلوجة .fr ديالنا لاشين ديالنا فلوجة وكاينة لاشين تانية فلوجة لايف فلوغ تهلاو وبارطاجيو.